سليمان عندها دوره في الولاده. نلتقي اليوم للاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته 29، وهي في الحقيقة الطبعة الأولى بالنسبة لولاية توغورت تحت شعار الفلاحة 60 عاما من الإنجازات لتحقيق الأمن الغذائي، حيث توجب من خلاله إبراز أهمية القطاع ضمن الاستراتيجية الوطنية المسطرة للنهوض به باعتباره دعامة أساسية للمساهمة في النمو الاقتصادي والمشاركة الفعالة في التحقيق في التخفيف من الاستيراد والتبعية الغذائية للخارج. من أهم الزراعات اللي زرعناها مؤخرا هي زراعة دوار الشمس اللي زرعناها مؤخرا في شهر ماي وحصدناها شهر أوت. التجربة نتاعها يعني عطتنا نتائج جيدة جدا، رغم أنه التاريخ تاع الزراعة كان متأخر بعض الشيء، إلا أنه تمكننا من أنه نحصد كمية معتبرة من بذور الشمس، وأيضا قمنا بعصرها وكانت الكمية تاع الزيت تتراوح بين 35% إلى 40%، اللي شجع أنه ممكن هذه الزراعة تكون بطريقة مكثفة في السنوات القادمة.